يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج تو كلينك. المدرب علي صرخوه حياك الله معنا. الله يحييك دكتور ومشكور على الاستضافه، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه تفيد المشاهدين. اكيد لا شك ان شاء الله. المدرب علي صرخوه حضرتك مدرب وايضا لاعب في الفنون القتاليه، ويمكن تكلمنا في حلقات سابقه شلون ممكن ان احنا كاولياء امور نحاول ان نصقل عيالنا من خلال هذه الاكاديميات او الانديه على اساس شوي تفيدهم من الناحيه البدنيه والقتاليه وايضا الناحيه النفسيه. اليوم نبي نتكلم عن انواع الفنون القتاليه اللي حضرتك تلعب فيها وايضا تدرب هذه الفنون القتاليه، نبي نتكلم عن نوع بالتفصيل. كلمني عن انواع الفنون القتاليه. دكتور الفنون القتاليه طبعا بحر كبير من الانواع ومتجدد صحيح. طبعا مثلا نتكلم مثلا عن الملاكمه، فن قتالي معروف، عن الجودو، عن الكاراتيه، عن الموي تاي، عن الملاكمة التايلندية، عن المصارعة، غيرها وايد وايد في أنواع من الفنون القتالية. ولكن أنا بتكلم عن الفن القتالي اللي الحين دارج واللي الحين مثل ما يقولون الهبة الجديدة، اللي هي الـMMA، اللي هي الميكس مارشال آرت، اللي هي تدمج جميع الألعاب هذه في لعبة واحدة. ممكن أغلب المشاهدين يعني يعرفونها، اللي هي تصير مباراة داخل قفص. هذه اسمها MMA، اللي هي ميكس مارشال آرت، تدمج جميع الألعاب هذه، جميع الفنون القتالية هذه في اللعبة هذه. صحيح، احنا حتى نشوف ان كل المهارات اللي تكون في كل اللعبات تطبق في هذه هذا القفص مثل ما يقولون. لكن خذت صيت وايد كبير ما شاء الله، وقاعد نشوف ابطال عالميين من كل دول العالم. هل هذه اللعبة الان لها اتحاد رسمي عندنا بالكويت؟ هل في شيء رسمي؟ هل تحت مظلة اللجنة الأولمبية ولا ما زالت في طور التجديد؟ هي دكتور هي طبعا مو لعبة أولمبية ولا تندرج تحت اللجنة الأولمبية، هي لعبة تعتبر لعبة حديثة مستدرجة في الولايات المتحدة الأمريكية وما لها اتحاد. هي مجرد اجتهادات من اشخاص، مثلا الحين انا اقدر اسوي بطولة MMA من خلال مثلا تأجير مكان واحط فيه قفص ويجمع النوادي ونسوي بطولة داخلية بيننا. صحيح، فقط لا غير، وسبونسر ويكون في جوائز عالمية. صح، لكن احنا قاعد نشوف ما شاء الله ان في يعني متابعات بالملايين، يعني حتى يمكن شفنا اكثر من اسم لاعب، ما بيذكر اسماء لاعبين، لكن صارت فيها ان في منافسة وايد كبيرة والناس تتابعونها. يعني تلعب كانت الفير ونشوف الناس ما شاء الله سهرانين ويشوفون هذه الالعاب القتالية. كوجهة نظرك الشخصية، انت مع هذه الالعاب القتاليه اللي نوعا ما تصنف بالعنف الكبير واحنا قاعد نشوف الاصابات اللي قاعد تصير فيها، ولا مع الالعاب التقليديه مثل مثلا الكاراتيه، الجودو، وممكن ندخل وياها الملاكمه، انت شخصيا تميل حق شنو بالضبط؟ انا والله دكتور احب جميع انواع الفنون القتاليه. يعني بالنهايه انت شنو تحب؟ شنو ميولك؟ شنو ميول اللاعب؟ شنو ميول الطفل؟ مثل ما قلت لك بالبدايه احنا وايد نركز على السيفتي. يعني انا بالنسبه حقي اثناء التمرين حرصي الاول والاخير على سيفتي اللاعب اللي قدامي. نعم. احرص على انه يكون لابس خوذه، احرص على انه يكون لابس واقي الاسنان. نعم. احرص انه يكون لابس واقي ارجل، خصوصا الاطفال في المراحل الاولى. صحيح. يعني جدا حريصين على هالشيء، فغالبا هذه التساؤلات حتى ولي الامر لما يسالني اقول له تقدر تقعد وتشوف التمرين. صحيح. فاحنا وايد حريصين على سلامه اللاعبين، ولكن اثناء المنافسات في المراحل المتقدمه من العمر. نعم. مثلا انا لما اشارك في بطولات ما في هالواقيات. صحيح. يعني مجرد يحطون لنا واقي اسنان واقي رجل ونلعب. نعم. ولكن الاطفال في حال مشاركتهم في هذه البطولات احنا حريصين جدا، احنا بالكويت اتكلم عن الكويت. نعم. حريصين جدا على سلامتهم، نلبسهم واقي راس، نلبسهم واقي اسنان، نلبسهم واقي رجل، ضربات في ضربات ممنوعه غير مسموح فيها اثناء البطولات هذه. ممتاز. المدرب علي صرخوه عندي الكثير من الاسئله، لكن ان شاء الله بعد الفاصل ان شاء الله. اعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيق مع المدرب علي صرخوه. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. المدرب واللاعب علي صرخوه كنا قاعد نتكلم عن الفنون القتاليه بشكل عام، وكنا شوي دخلنا في نوعا ما عن الاصابات شويه وشلون ان هذه اللعبه فيها قوانين معينه وفي لبس معين يحمي هذا اللاعب من الاصابات على اساس لا يتوجهون فيهم الى ما لا تحمل عقباه او المستشفى وكذا، وشلون ان خصوصا فئه الناشئين لهم حمايه خاصه فيهم تختلف عن
الكبار في السن. لكن الحين ابي اتكلم عن بداياتك انت كلاعب، دشيت هذه الالعاب القتاليه في تخصص اي لعبه بالذات؟ انا بالبدايه لعبت رياضه الجودو، كان عمري 9 سنوات. لعبت جودو لسنة 2015. نعم. وكنت أشارك في بطولات محلية، وفي هذه الأثناء أثناء ممارسة لرياضة الجودو مارست رياضة الملاكمة كذلك، ولكن من غير لا أشارك في بطولات، كنت أتمرن حق نفسي فقط. نعم. إلى سنة 2014 تبناني الكابتن عبد اللطيف سعد في رياضة الـMMA، فنون القتال المختلطة، وتركت الجودو وتركت الملاكمة وبلشت مشواري في الـMMA. ممتاز. هل كنت فارق عن اللي معاك في هذه اللعبة كونك ان انت مارست لعبتين مختلفتين؟ لان في نظرية تدريبية موجودة الحين حاليا وتدرس في اغلب الجامعات بالنسبة حق الصغار في السن اللي مارسوا اكثر من لعبة، تنوعوا في اكثر من لعبة، دائما من يرسون على لعبة معينة يكونون هم متميزين اكثر من اقرانهم، والسبب لانهم تنوعوا في فترة ما هم كانوا بالناشئين. فانت هل حسيت في هذا الاختلاف؟ اكيد دكتور، هذه نقطة جدا جوهرية وتدل على انك رياضي. الله يسلمك. طبعا الرياضي او اللاعب في حال ممارسته للعبة فن قتالي في بداية عمره، نعم، راح وايد يفرق عن اقرانه لما يكبر، خصوصا في لعبة الـMMA. صحيح. يعني تلاقي دائما اللي يلعب MMA عنده لعبة بدا فيها. صحيح. ما يبلش من الصفر. صحيح. عشان كذي تلاقي اللي عنده لعبة مثلا لاعب الملاكمة نفرض، نعم، راح لعب MMA. صحيح. راح تلاقيه متقدم على اللاعبين اللي ما عندهم اي يعني خلفية رياضية. صحيح. مجرد دش كذي يبي يتمرن. فانا في بدايتي في لعبة الـMMA كنت يعني نتيجة اني كنت لاعب فن قتالي سابق، فكنت فارق عن اللاعبين. ممتاز. ممتاز. احنا لان دائما نتكلم ان هذا التنوع مفيد جدا، ففي بعض اولياء الامور نوجه لهم رساله، يحط بباله ان مثلا انا ولدي دخلت هني شهرين ثلاثه مل واخر. انا اعتقد ان هذا شيء ايجابي وقاعد تثبته الدراسات الحين، يعني احنا قاعد نعطي ورش علميه في اغلب الجامعات ونسوي فيها محاضرات، ان في نظريه تدريبيه كبيره جدا ان اغلب اللاعبين اللي وصلوا الاحترافيه ويابوا نتائج عالميه اغلبهم ما كانوا متخصصين من الصغر في نفس اللعبه، بالعكس تنوعوا وتنقلوا في اكثر من مجموعه العاب، في النهاية اختاروا لعبة معينة، وسبحان الله هذا التنوع وهذا التغيير هو فادهم ووصلهم حق نتائج ممكن تكون عالمية إلى شكل وايد كبير. علشان كذي نوصل هذه الرسالة حق أولياء الأمور، لا تعتقد أن ولدك مثلا قاعد يدلع أو أنه يمل وقاعد ينوع، بالعكس هذا الشيء قاعد يجيب له مجموعة من الخبرات وراح تنعكس عليه إيجابيا. ناس ما انعكست عليك مدربنا علي صرخو، المدرب علي صرخو باسمي وباسم أسرة برنامج تو كلينك نقدم لك كل الشكر على كل هذه المعلومات القيمة. الله يسلمك دكتور، مشكور ما قصر. العفو، الله يسلمك. إن شاء الله أعزائي المشاهدين وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.